يندسوا بين الفلاحين والتمليه ويجيبوا لنا قرار الحكايه. تبقى لقط الطعم يا غشيم. فتح الله بعت رجالته وغفروا برا البلد لاجل ما يقولوا كل الكلام اللي قاله بعد صلاه المغرب. مش فاهم. فتح الله ده ذكي، مش هيسيبك تجهز رجالتك عشان يتجسوا، لا. فتح الله خلاص جهز نفسه وسن سكاكينه وعايز يتعشى بيني، ولازم نلحق نتغدى بيه الاول. امرك. تقدر تجهز رجالتك اللي قاعدين حوالين النار دول يتسامروا وتنفذ قبل الفجر. ننفذ ايه؟ عدم المؤاخذه اللي هقول لك عليه ده يا علوان ترسمه في دماغك زي الوشم وتحفظه للكل. قول يا سيدي الكل. العشاء فضيلة الشيخ مطرح ما يسري يمري. بارك الله في أهل الخير وطعمهم. يلا يا مخيمر شمر كمك وسمي. أسمي وأكبر كمان يا مولانا؟ ده ظفر يا مولانا. بسم الله الله أكبر. فوزدك حلب يا عمر، هيعجبك جو. عشان كده ما رضيتش تتعشى معايا. هو فوزدك ده عشي؟ ده تسالك كده يا راجل. خلاص خليها قدامنا، واللي عايز يمد ايده. سلامات يا ابن يونس. سلامات يا ابن الحاج اسماعيل. تعرفش قد ايه انا انبسطت لما شفتك. عميت ست اخواتي كانت دايما تقول لي يا بشير انت توأم فتح الله اللي ما جبتوش بطن. والله وحشاني الحاج. هل هي نامت ولا ممكن اسلم عليها؟ لا، الحاجة ست اخواتها في كفر الشيخ، بعتهم هي ورضوان هناك لحد ما الامور تهدى. اني اجرت لهم بيت هناك وقاعدين فيه مع شاهر. وشاهر بقى بعت معهم ونس ولا؟ اكيد عرفت باللي حصل، البلد كلها بتتكلم عن اللي عمله. انا من ساعة ما رجعت مفيش كلام بسمعه غير عنك وعن اللي عملته من يوم ما توليت. ده اللي سمعته ده حاجة جامدة قوي يا جد. ضويا نفسه بيقول لي انها وحيدة ما شافتش عمدة زي ابن الحاج اسماعيل. سيبك مننا، خلينا فيك انت. قول لي احكي لي عملت ايه في العشر سنين اللي قضيتهم في الشارع؟ اتجوزت مين؟ واشتغلت في ايه؟ وجاي مصر زيارة ولا قاعد؟ قول لي، قول لي على كل حاجة، ما تفوتش نمنمة. يا حكايتي في الشام دي تعدي بينا الفجر وتطلع علينا شمس الصبحية وما تخلص. كان نفسي ابقى تالتهم واسمع اللي بيقولوه عشان اوصله بحكايات زمان اللي وعيت على الدنيا اسمعها على لسان امي وحريم الدار. ايام بشير مسافر على الشام كان عمري 4-5 سنين، وكل اللي عرفته انه راح يشتغل مع جماعه شوام قابلهم في المنصوره